أعزائنا المشاهدين الكرام، تحية طيبة، سلام ونعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معكم جميعا. هذا لقاء جديد متجدد على شاشة قناة المخلص الكلدانية الفضائية، واليوم نستضيف في هذا اللقاء أحد إخوتي الكهنة الأعزاء الذي ربطتني بهم علاقة أخوة وصداقة منذ أيام العراق ولحد هذا اليوم، ويأتينا من أقصى بقعة في الكرة الأرضية. معنا في الاستوديو للمرة الثانية أخي العزيز في الكهنوت الأب العزيز فوزي أبرو، راعي كنيستنا الكلدانية في دولة نيوزيلند. أهلا وسهلا أبونا العزيز، وشرفتنا في هذه الزيارة المباركة. شكرا أبونا على هذا المقدمة الحلوة الجميلة. نتمنى أن تقدم لهذه القناة وتوصل لكل الجهات. أنا أشوفها في نيوزيلندا، أشوفها على يعني الاشتراك اللي عنده. نعم. اشتراك. نعم. يقدر يشوفها. شكرا أبونا العزيز، وأكيد نشكرك أيضا على ملاحظات قدمت، بعض الملاحظات الفنية بخصوص بث القناة. دعنا نبدأ بنظرة عن جماعتنا الكلدانية في نيوزيلند. إلى أي سنة يعود هذا التواجد، وأين يتركز أهلنا، وهل تستطيع أن تخدم كل الرعايا الموجودين في نيوزيلند؟ نعطي فد مقدمة عن نيوزيلند، بلكي ناس ما يعرفوها أصلا. نعم. لأنه عادة يشوفوها ممكن بالكرة الأرضية فد نقطة صغيرة من. نعم. الكرة الأرضية. نعم. بس هي جزيرة، جزر. نعم. جزيرتين رئيسيتين اللي نسميها الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية. نعم. وبعض الجزر حواليها صغار، اللي أكبر جزيرة هي ستيوارت. نعم. نيوزيلند اكتشفوها يعني بال 1640 اكتشفت. نعم. لكن قبل هذا التاريخ كانوا الشعب الماوري. نعم. هم اللي عايشين به قبل 1000 سنة. نعم. دخلوا من جو من الجزر البولونيز. نعم. يسموها بولونيزيان، وجو عاشوا بهاي البلاد، وبعدين جو البريطانيين اللي اكتشفوها مرة ثانية و جابوا الأوروبيين الكثيرين منهم، بس الأغلبية هم الأوروبيين، وجي الأول جالية هم الماوريين. الماوري. ويسموهم أنتف بيبل، يعني هم الشعب الأصليين. وعندهم عندنا اللغة الإنجليزية هي اللغة الأولى، واللغة الثانية الرسمية هي ماوري، اللغة الماورية. نعم. كم يتكلم هذه اللغة أبونا؟ تقريبا هم يوصل عددهم إلى 700,000 نسمة. 700,000 من أصل كم نصل عدد السكان؟ 4 ملايين وشوية. 4 ملايين يعني 4 و200 أربعة. ولكن كان هناك أمر طريف و بأنه 80 مليون رأس حيوان، يعني غنم أو بقر، موجود في نيوزيلند. 80 مليون. إيه. والبشر هم 4 ملايين ونصف فقط. إيه. يعني أنتم أغنياء بالثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية هي النفط لنيوزيلندا. نعم. بعدين تجي درجة ثانية السياحة، يعني الطبيعة جدا بديعة هي في نيوزيلند، خاصة الجزيرة الجنوبية. نعم. إذا نشوف مثلا عندك المدن في الجزيرة الجنوبية، كرايست تشيرش، عندنا كوينستاون، وعندك دنيدن، هذول الثلاث مدن. هذه راح نشاهدها على الخارطة الآن. سو يعني كرايست تشيرش اللي صار بها زلزال قبل سنتين، تتذكرون؟ نعم. زلزال كبير وصار به دمار كثير. نعم. في المدينة، لكن طبعا تعرف يصير تعمير وبسرعة. نعم. تقريبا رجع كثير أشياء بنوها ورجعوها. سو هاي الجزيرة الجنوبية هي، بس مع الأسف ما عدنا احنا جماعتنا في هذه الجزيرة أبداً. ما موجودين في هذه الجزيرة الجنوبية. الجنوبية. سو جماعتنا الجماعة الكلدانية مركزة في الجزيرة الشمالية. جو من الثمانينات قسم عوائل. نعم. بثمانية تقريبا 5 أو 6 عوائل جو بثمن الثمانينات، اللي كان الحرب العراقية الإيرانية، كانوا في يونان. نعم. وبعدين جت لهم فرصة أن يجوا إلى
إلى اليونان وإلى نيوزيلند. نعم. وبعدين أين تركزوا؟ في أوكلاند ولا في ولينغتون؟ لا، بالبداية جو إلى هاملتون يسموها مدينة، وبعدين ويلينغتون العاصمة. نعم. هالمدينتين. فبعدين بعد التسعينات بدأ شو ما نقول الهجرة الكبيرة من العراق إلى نيوزيلندا، خاصة أخذوا أبو الشهادة أصحاب الشهادات العالية مثل appoint system كان أكو، وأيضا refugees يعني في عين الوقت كان أكو refugees من يونان أو من مناطق أخرى اللي من أردن، أو وصارت المعاملات بعدين على شكل مثلا أهل يسحبون أهل. مثلا ابن عنده والده ووالدته يسحبهم، أخوته يسحبهم، فكان أكو نظام بأنه ممكن تجمع العائلة. هذا سهل لم شامل سهل كثير لعوائلنا أن يجون، مثلا شخص واحد يروح هناك بعدين يجيب كل العائلة. هل لدينا الآن رعية واحدة أبونا فوزي؟ يعني نحن نسمع عن رعية مار أدي مبشر كنيسة المشرق، هل هذه الرعية في أوكلاند هي حسب يعني تصوري، لكن هل هي رعية واحدة مع ويلينغتون أم هناك إرسالية في ويلينغتون؟ لا، هي رعية واحدة. احنا في انا رحت الى نيوزيلندا 2003 على طلب من مثلث الرحمات مار رفائي البيداوي اللي كان ذاك الوقت هو بطرك، فارسل لي قال عندنا رعيه، عندنا جماعه في نيوزيلندا نريد ان تذهب الى رعايتها. فالتحقت بنيوزيلندا، وصلت ب 2003 بشهر الخامس. كانت ما كانت ابرشيه بعد استراليا ونيوزيلندا، كانت وكاله باتريركيه، فبدينا العمل مع ابرشيه الكاثوليك في اوكلاند. فاسسنا الخورنه بان سميناها مار أدي الرسول، على تشفعا بمؤسسي كنيسه المشرق مار أدي مار ماري. تلميذي من 72 تلميذ المسيح. وبالبدايه ما كان عندنا شيء، يعني جد يعني شلون ما نقول بدينا نجمع الناس. اول شيء بقيت عند كاهن هناك في اوكلاند، عند الكاهن نيوزيلندي كاثوليك، يعني كنيسه كاثوليكيه، وكنت افتر على الناس يعني الى هاملتون الى ويلينغتون الى اوكلاند، لان يعني عندنا مجموعتين في اوكلاند، شمال اوكلاند وجنوب اوكلاند. شمال يعني اوكلاند وجنوب اوكلاند. يعني اذا اوكلاند هي نقدر نقول هي المدينه الاكبر مدينه في نيوزيلندا، هي مو عاصمه بس هي عاصمه صناعيه، يعني مثل عندنا في كندا هون تورنتو مثلا هي اكبر مدينه. ففي نيوزيلندا اكبر مدينه هي اوكلاند. بها مليون ونص ناس. هي ميناء وبها موانئ، يعني هو كل البلد ميناء بس هو يعني المركز الميناء الكبير في نيوزيلندا. فالناس تجمع هناك لان في عمل، في بشر يعني كثير والى اخره. ف اللي بدينا اول شيء اشترينا بيت. يعني بعد 6 أشهر من وجودي طلبنا من المطرانية الكاثوليك هناك بأن لازم يكون عندنا مركز، ما نقدر نتحرك أو نجمع الناس إذا ما يكون عندنا فد مركز. مركز صحيح. فاقترحنا نأجر بيت، فالاقتراح كان من المطران بأنه إذا تأجر البيت يجوز لنا المؤجر ما يقبل يجون ناس عندك أو مثلا يصير لك صعوبات مثلا، فنشتري بيت. فهو ساعدنا المطران أن نشتري بيت أول شيء، وبعدين عرضت كنيسة للبروسبيتيريان ب 2005 عرضوها للبيع. فصار الجماعة بين طلبوا أن نشتريها هاي الكنيسة، لأن حقيقة كانت بنص الجماعة في منطقة الجنوب اللي هم أكثر عدد الناس. جنوب أوكلاند اللي أكثر عدد الناس تقريبا يوصل إلى 200 وذاك 250 عائلة كان عندنا بذاك المكان. ف
يعني توفقنا واشتريناها الكنيسة، وبعدين صار هذا المركز هناك. نعم. والشمال أوكلاند ما قدرنا أن نسوي نفس الشيء، عندنا 120-130 عائلة بس ما قدرنا أن نسوي هذا الشيء، لأن أولا قلة العدد، ثانيا ما شفنا نفس الفرصة. نعم. اللي شفناها في جنوب حتى نقدر ناخذ كنيسة. ولهذا السبب المركز هو بالجنوب. نعم. كل أحد عندنا قداس في شمال أوكلاند أيضا. نعم. العصر فقدس الصبح هنا والعصر هناك. ماذا عن هاملتون وولينغتون؟ هاملتون أول ما رحت كان عندنا تقريبا ب2003 تقريبا 50 عائلة في هاملتون. نعم. يقارب 50 عائلة كان عندنا، بس الأهل هاملتون كان يعني من البداية ما كان يبقون في هاملتون. نعم. يعني كل من يأخذ سيتيزن يرحل يروح إلى أستراليا. نعم. لأن كانت في المحطة يعني محطة انتظار حتى يأخذون سيتيزن ويطلعون إلى أستراليا، لأن أما كان يجون على موديل مثلا قبولهم كان يصير لنيوزيلاند. نعم. بس عندهم أقرباء في أستراليا فيفضلون بأن ما يبقون في نيوزيلاند. في نيوزيلاند حاليا هسه عندي بس 10 عوائل باقية في هاملتون. مسوي لهم قداس أول سبت من الشهر. نعم. كل سبت أول من الشهر، يعني من البداية كان مرتين بالشهر أسوي لهم، بس نقص العدد صار 10. نعم. عوائل. فهم قالوا لي بأنه مرة بالشهر يكفي. نعم. ما نتعبك يعني. نعم. فالحمد لله يعني هم ملتزمين ويعجبهم يجون على القداس. نعم. وإن يعني هم 10 عوائل بس أسوي لهم قداس مرة مش. الولينغتون العاصمة اللي هي عاصمة نيوزيلاند كان عندنا أيضا بال40 أو 50 عائلة، هم نقص عدد كثير، هسه تقريبا يطلع فت 25-30 عائلة فقط. فقط. أروح لهم كل 3 أشهر مرة. كل 3 أشهر. لأنه بعيدة كثير، لازم أروح بالطيارة. بالطيارة. ده نحكي نحن يعني البلد يبدو صغيرا الآن على الخارطة إذا مرة ثانية. 9 ساعات بالسيارة. 9 ساعات بالسيارة. من أوكلاند إلى ويلينغتون. من أوكلاند إلى ويلينغتون. يعني من أقصى شمال ال الجزيرة الشمالية إلى أقصى جنوب الجزيرة الشمالية. شمالية. بالضبط هي ويلينغتون تقع على المضيق اللي بين الجزيرتين. بين الجزيرتين. مثل ما نشاهد الآن. المضيق. بالضبط. بالخارطة. سو مرة كل 3 أشهر. كل مرة كل 3 أشهر. وتقريبا فإذا ماذا سيصبح عدد العوائل الكلي في نيوزيلاند؟ يعني بالنسبة لنا احنا ككنيسة الكلدانية تقريبا عندنا 400 عائلة، بس مع الأسف في تناقص، مو كثير في تزايد، لأنه فرص العمل في استراليا أكثر. نعم. الناس أهالي عندهم أصدقاء مثلا أو أهل أو أقرباء في أستراليا فيريدون يتجمعون. نعم. مع بعض. يعني هو بلد هجرة ويعاني من الهجرة أيضا. إيه بالضبط. يعني بس مع هذا يعني يبقى. نعم. يبقى لأنه كثيرين منهم ما عندهم الأعمال، عندهم من الأصحاب الشهادات العليا وهاي. نعم. فعندهم أعمال كلش حلوة. يعني هل ينخرطون أبونا أصحاب الشهادات العليا يعني هون في كندا وأمريكا؟ يعني في كندا بالذات هناك نظام النقط، يعني نظام الكفاءات، بس المشكلة لما الشخص يوصل إلى كندا هو مقبول ككفاءة، لكن هناك صعوبة في إيجاد العمل أو في يعني المعادلة. هل هناك نفس الواقع أم يختلف قليلا؟ كثير أصعب بعد. كثير أصعب. يعني كثيرين منهم ما يقدرون يوصلون إلى معادلة الشهادة. نعم. يطلعون على أستراليا. نعم. يعادلون شهادتهم في أستراليا اللي هو أسهل. أسهل العملية. أسهل. يعني هو النظام، يعني نظام نيوزيلاند صح هو نظام بريطاني بس أصعب. حتى إذا عندك شهادة من بريطانيا لازم تسوي معادلة عندنا في نيوزيلاند. نعم. يعني ولهذا السبب شوف يعني عندنا أطباء كثيرين، أطباء صاروا مجبورين أن يروحون إلى أستراليا يمتحنون هناك. نعم. وبعدين يشوفون عمل هناك لأنه ما يقدر يشتغل في نيوزيلاند. إذا هو عادلة في أستراليا ما يقبلوا في نيوزيلاند.
نعم لازم يعادلها في نيوزيلندا. أبونا العزيز، أكيد يعني في بلدان الانتشار هناك تحديات، هناك صعوبات تواجه رعايانا. يعني بشكل عام هي هذه الصعوبات مشتركة، لكن هل هناك خصوصية؟ ما هي أبرز الصعوبات اللي يواجهها رعايانا في نيوزيلندا؟ هل هناك خصوصية لهذا البلد؟ حكينا الآن عن صعوبة المعادلة، هل هناك تحديات أخرى؟ هل تجد أنه هناك خطر على جيل الشباب أيضا؟ ما هي طبيعة الحياة الاجتماعية للمجتمع النيوزيلندي؟ هل هناك لا زال تمسك بقيم العائلة وما إلى ذلك من أمور، أم شأنها شأن أي دولة أوروبية أو الدول الرأسمالية الآن في كندا وأمريكا؟ أكيد هو نفس المعاناة، يعني الرئيسية هي هاي المعاناة، خاصة لل نقدر نقول الجيل القادم، مو الجيل هسه الحاضر يعني. الجيل القادم، جنريشن القادم، هو هذا المشكلة. يعني عندنا هسه اليوث، الشباب اللي مثلا ما يحبون اللغة، ما يحبون تقاليدنا، يريدون أن أن يكونوا مثل ينصهرون بالمجتمع، كثيرين منهم. ولهذا السبب عندنا معاناة، خاصة عندنا يعني الآباء والأمهات بهذا التقليد وبهذا التفكير، والأولاد بهذا التقليد وهذا التفكير. فالكنيسة اللي عندنا هي هذا الدور لازم تقوم به، أن ترعى الاثنين، عرفت شلون؟ فهذا الرعاية الاثنين هي مو سهلة. وان تقرب بيناتهم، يعني البعد، يعني نخلي بانه الاهل ان يهتمون باولادهم، ما يتركهم لانه ما يعرفون لغتهم او ما يعرفون شلون يتواصلون وياهم، يعني هذا اتركه لا. لازم الاهل ان يفكروا ان يحكوا ويا اولادهم، الوالدين يعني خاصة، بأنه شنو مشاكلهم، شنو صعوباتهم، سووا بالنهار كله، راح المدرسة ورجع، سووا بالمدرسة. ماكو هذا السؤال، اكو كثيرين من مع الأسف ما في متابعة من الآباء والأمهات. في عين الوقت شبابنا اللي يقومون هنا ما يتواصلون ويا أهلهم، ما يريدون، لأنه يريد أن يكون حر. وهذا المشكلة يعني هي اللي دا تصيرنا حقيقة. يعني بعدنا في ناس كثيرين جايين من مثلا من العراق، في جو القروي اكو ناس قرويين يعني جايين من القرية الى نيوزيلندا، يعني واكو من بغداد او من موصل الى اخره او من مدن، فاكو فرق. يعني هو المشكلة عندنا ايضا المجتمع اللي احنا دا نعيش به، جايين من خلفيات مختلفة، ما جايين كلهم من مكان معين. فلهذا السبب تشوف الحالة الاجتماعية اللي عندنا، لأنه مثلا ما عندنا مجموعة كبيرة من قرية معينة أو من مدينة معينة. تشوف مثلا 10 عوائل من هاي القرية، 10 عوائل من هاي القرية، 10 عوائل من هذه المدينة، 10 عوائل من هاي المدينة، تشوفهم مشكل. فلهذا السبب عندنا هذا المشكلة، عندنا احنا في نيوزيلاند، بأنه عندنا هالمجموعات المختلفة المتنوعة، فالحياة الاجتماعية ما كثير سهلة منسجمة. يعني هذا كل قرية، كل مدينة لها تقاليدها. يعني مثلا عندنا شمال وجنوب، من أوكلاند، هذول أكثريتهم الشمال من أصحاب الشهادات، واللي جايين مثلا أكثريتهم يعني اصلهم من الموصل وبغداد، ناطقين بالعربية، ناطقين باللغة العربية. وعندنا بالجنوب جايين من القرى، ومن مثلا من زاخو، من عمادية، من أرادم، من القشت، الاسقف، بطناء الى اخره. فتشوف هذا المجتمعين، يعني ده نحاول عدد مرات بالسنة ان نجمعهم مع بعض. بس شوفها صعوبة. لا أهل الشمال يريدون يجون مثلا اللي هي الكنيسة بالجنوب، يعني أن يجون على كنيستهم ونقولهم هاي كنيستكم هي وهاي مركزكم، فيشوفوها صعبة بس يعبرون الجسر اللي يربط بيناتنا، هو جسر، يشوفها صعبة يعبر الجسر.
ونفس الشيء اهل الجنوب تقولهم عندنا مناسبه بالشمال يشوفوها صعبه كلش ان يعبرون جسر للشمال. فصراحه يعني اكو صعوبات، بس مع هذا يعني الحمد لله هم صاروا اصدقاء، صاروا مثلا نشاطات مع بعض. نتواصل مع بعض، خاصه الشباب هسه نسوي دائما لقاءات مشتركه بين الشمال والجنوب، تعليم مسيحي مثلا نسويهم لقاء، ولو عندنا في كل مكان عندنا مثلا مدرسه سانت ادي بالجنوب، مدرسه سان بيتر بالشمال للتعليم المسيحي، عندنا الشباب مار ادي في الجنوب، شباب مار سان بيتر بالشمال. نعم يعني هم موجود جروبين يعني. نعم حتى اللوجن اوف ماري عندنا بالجنوب عندنا بالشمال جروبين ايضا. نعم في كل 15 يوم اسوي في فد مكان. ماذا عن المجلس الخورني؟ هل هناك مجلس خورني واحد ام هناك مجموعه؟ لا عندنا يعني مجلسين. في جنوب اوكلاند مجلس بوحده، وفي شمال اوكلاند مجلس، بس نجتمع مره او مرتين بالسنه لشؤون كل الرعيه. عندنا وكلاء في هاملتون وفي ولينغتون في عين الوقت. عندنا وكلاء يعني اليوم ما يخصون على مثلا شو وقت يجي القس وشو وقت يسوي القداس. نعم. يتصل مع الناس يدير المالية في هالمنطقتين مثلا. نعم. أبونا العزيز، يعني نحن اللي نعيش في بلدان انتشار دائما يعني قلبنا مقسوم إلى قسمين، نصفه في بلدان الانتشار ونصفه الآخر في بلدنا الأم. يعني لنتكلم قليلا بلغتنا الأم ما دمنا سنتكلم عن بلدنا الجريح النازف، خنواثا وخثواثا دي لقو هججتا وقو عوقانا اديوما بفر اذ هججتا دبريلا بفر اذ رضوبيا الاضطهاد دي لبغزايا اللي يعني انت ري البشن ان داثخ الحقوثة وقو تشعيثا ديتا ديا لقطيلة ولكليلة هذه رضوبيا من بارة البارة من عدانة العدانة كل إما شن تن يعني خامندي دخ بخيرة الأذ هججت اديوما كبيرة من ناش تويري يمود ديهن توير أخني ببريشوذا بسبب وقاش أكيد بدمروخ إلى هيمانوثا إلى يصرت بمارن إيشو أمشيحة، لكن ما تخملت أخبر صوبيتا قدذ من دي هل إيكا إيوخ بيزالة بقو أثرا يما إثن تري قال خقال بدامر لازم بيشوخ خقال بدامر لا بشطو تاوخ واقعيين وتبلطخ من أثرا دي ما كمرت آدي آتي جو بهرة تخمل تخبر صوبيتا وأكيد بيرد سلوثوخ وخبرة ديوخ روحانيتا يعني هم كل من دي يعني برناشة أله والإخليق اللي تاويل حرية وآزوثة. نعم ليه البرد اللي تاوخ أودي مقيدة وأودي أودي مقيدة ومن مبادئ الأمم المتحدة ده إلى خامن حرية الإنسان ضد عايش بها مدوكة كبد كل أول دنيا يعني أخلي إديو يعني بأثرا كبخلي ليه خمنا ندق بيه لأثرا ليه خمنا ديوخ مصلوية بدالة مصلوية بطلابة وجموية مساعدات مش أدرخلي عين خلي بس ليه بندمر اختناعش الدين إديو بث أوقانا دينة بوشو تاما يعني أنا خشون ليه بندم رخلة أومن دي يعني صح إيتا ولا بمارة باترياك ولا بمارة بيشي ولازم بيشي بس يعني كضميريا أنا تقياني قمية الدمر أنا لازم دقرا ننكبخ بيشي لم دمرخ أخلي تيوي أخا وكل من دي إتان ودمرخ تناش دي ليتان بأثرة بوشو لا ليه بندم رخلة أومن دي لأنه إلى يعني انا برأي لك يذن يعني من جهه يعني الى خمسؤوليه كلش ربثه هي نعم. مسؤوليه ضد من جهه
من بارا يعني لازم تدهاوي ناشي دديا تعيشي بأمينوثة وبسيموثة بشلامة. وشلامة يعني بأثرة دي تداوي لها شعور رأشتها بين أول أثرة إلي وبين أول ظلم دي لإلي. هذا خلاف يعني ليه بخ إيثن خمندي يعني لازم هاوي منطقي يعني تدمحك خلي لا بس مشاعر يعني لا إلا بس شعور الدمرخ أخني أثرا لم سيبخلي وأثرا أخني كلا لك بخم سيبخلي أخلي كلا كبخلي لكن بالواقع ما إليه هذا خيله. فممكن خيومة يعني يود محكو رابي قاش ممكن خيومة أن بريلي خشو خلابك وأثرا وبارخة خاي طاوته كلها ناشي تعيشي إيثن إيثن كبيرة تجارب يعني كاو التاريخ قارخ لا بلكي ألفايش إن سبيرة شعوب بطر عندك بريلة استقرار طالعي ودائرة إلى أثري فأخذين لك يذغ بلكي خيومة بارخة استقرار طاوة عراق وخمندي بس سيمة عراق الجزء لك بلكي أخذين لك خازخ لا بلكي يالن بخازيلة يجوز داري مني دمري أو أثرني لي بدارك فأنا قصدي ميلة أدي يوما من أخ تدمل بخيالا حتى ناوخ أخ من أثرا إلي بس نهرين لما نشوت إلي أخني إيوه عم دو أثرا لما نشخلي يالا لما نشيله أو لازم دارخلي بقاود يالا دارخلي بقاود إيتا ديا دارخلي بقاود مجتمع ديا هذه خمن دي دي عصيرا أما أثرا هذه زل هاوي ويعني بقارة تري طالوخ رابي خشوة يعني أذ إيصرت جو أثرا يما إلى خمن دي سناي يعني دها إيوخ محكوي بجو أثرواثة نخرى يوثة تن أذ عسقوثة تشوقخ يالي صير بجو بيثة واثيهن بجو دي لياثة سبياثة دبابة واثيهن تساويهن سو هل إلى اني وقت بغزاي عسقوثة قدد مندي ما قدر الى عسقوثة بش زودة بتوية تتشوقوخ ليصير بقو أثرة ديهن يعني لبناناية ايقا تفقن بقو خال لبناناية كبيرة يعني هتخا بقو تخملتي برأشن ايثن خا شخلابة خا فرق رابة كأنما يعني مخد شخلابة ديثن بين شمية وأرى أنه إتي أذ إصارت جو أثريهن يما برجع يعني عدلت إلى أنه تعداد ديهن ويوا آني ماجورتي مشي حاية جو شن تشوي وإشتي وسبب أذ مبقتها أكيد بريل بالعكس بس بخازت لبنانية أذ إصارت أم الأثر ديه هل مرأشت انه عراقاية مشي حاية من اثرة بث نهرين تاويل اذ ايصرت بسنة يوثا لف من دي سنايا خاصة دغ دي بعياشة اخا يعني كو ان اثرة واثر دغ دميرا اثرابة ده كبيرة ناشي نعم لكيث الايتن كيث الايتات الدجان نعم او ايتات مشي خلبي نعم زين قي لانه نطلع من نطاق الكنيسه الكلديثة لتي انتماء انتماء بالضبط لتي او انتماء الى ايتا او مثلا سبب الى ممكن اسباب كبيره ايثن اسباب مثلا لان ممجله ايتا هل دبسخله تامه مركز نعم فناشي خاصه جوانق خماطه مجبور دازين ايتا تخنى يعني ويمل زلق الايتا خرتها ولبلق وبشلق وهدامه كودي ايتا اسقي لخن مديرته ليلة سنايد مديرته هيو بسخ لنا اخني ايتا ديا دكانة ديا هيو دور الله ليلة دكانة وي نعم الى شعور فاخا مثلا انا كنت زلي بتري 2003 نيوزيلاند إثوى ناشي ويركو سعتد إتاثد نيوزيلاند نعم بيشي هدامي بقاوة يعني لو سنايد مديرته ولدها إثناش إلك بدار ليه بغ مديرته بالقوة نعم إدي يوم هم نفس من دي كإثارتا نبقاوة إيتا ديان نبقاوة أثرة ديان ليه لسنايد أخا كدن أثرواتا بس لازم دوذخ
لازم بلخ تأومن لازم ما البخ لا يعلن لشانا ما البخ لا يعلن تقاليديا ما البخ لا يعلن حب ديا تأيتا وتأثرا لازم دارك قاوي بأنه آية تهري برونت بيت نهر آية تيود القشناي آية تيود تلك بناي آية تيود عن كواي يعني مثلا فأذمن دي إما دارت تقول بحر بايش هذا خير بايش فإذا أخني ممكن خصرخ يعني ليه بمارة كله فيزخ لي كله قانخ لي لا يذن منه بخصرخ لي أكيد لا خصرخ إذا ناشكم خصرخ لها هي مانوثا همينة دي يوم إذا ناشي لا بشينا بثايا لهي مانوثا دي هذا خير إذا ناشي زلل إيتاثا خثواثا إيتاثا خلني هو هذا خير وإذا ناشي زلل إيتاثا تكاثا وليك بس همينة بريشة تقصدية من تقصدية فأول من دي يغب خسارة بس في عين الوقت أنا كمان إلى ربح يعني لما نشخ لأن أنا وأخوة وأثرى أديو بلكي كبيرة منا في وقتيلة كبيرة منا تيوم رزلة كبيرة منا تيوم بري خمن من داني لا طاوة قاوي خشوة دخد بريلة مجتمعات يعني خلنا مجتمعات خلنا خشوة رابي فوزي يعني إيبن الدور يعني ومرأشته بالنسبة ابنونا وابناثا أذ يعني جيل خاثة جوانق وخماثة هل إيه لمشتألة نوثة إد إيتا وبابا ويما بس لو خشود إيثن خا دور إتن خمن دي نقصان جو من نقصان واثة جو إيتن مؤسسات المجتمع المدني المؤسسات التربوية خكمة مؤسسات تشوقي أذ جوانقة وأذ خمسة شقلي شهارة بقو لشان دييهن بقو أصلوثة دييهن ما هي اللي تخمل تخقو أنا خجون إيتا إلى راو كبيرة مركز مهم تمشي حق يعني طالا أخني بعود ما أروى أديو ديو خبليته مهجرة من أثر ديان دي يسرانا بقاود أخذالي ايتا لان انت يثيق ناشي بقاود ايتا بشرابة من قبة ومن سي عاثة خلني انا بدمرنا في لا عدل يعني لبش فقد لي ناشي ثقة دي بكو قبة ادي يوم ايتا هم لا فقدي لثقة دي بقاود دت بلخة بصبيوثة ومحررة قيانة ومن المادة لازم لازم دد اوذالن لا اوذالن اهم ثقة دي بقطعني من ناشي وإيثن وخكمة دكان ناشي فقد لي ثقة قد ثقة إيه. سبب لأنه إلى مركوز المال وشهارة وإلى آخره فإيتا لازم هوية يعني خدمتها وأي رسالة دي أخني إدي يقول له دي رسالة دي بس دد أوضك رازي ودمنطق لي طالب للشانة دي يدد فهمي لي يعني بيزالين ليت تتكاثر لك ومصالي وبشمي رازه يعني ليت خا مشكله يعني نعم. بس الى ايت ليله بس رازه الى را الى رازه الى تدهاود منه من يوم يوم دي السنيقه او مشي حايا اللي انت خا مشكله خا اوقانا مساعدني نعم. الى بعدين قيلان هاوين الامكانيه ان انا امكانيه ايت بتبث خام مدرسيات طالي يعني يدي زي مدارس مدرسيات كاثو القديله بكل علمه نعم الى يعني انقماي كل دوله بخازد ديما مدارس كاثوليكيه الى انقماي اخني يدي يوم اتن ان ايتات كاثوليك ولا بعيان لن اخني من مستفيدك مني نعم مستفيدك من خبرات دي وتتبث اخني مدارس يعني إلى مدارس كبيرة مهمة إلى تيولبانا وتتواصل شعب ديان المغدادة أندية طوطيلة يعني تبثقي نوادي أسورة كلداية يعني ده الرابطة الكلدانية التي معلومات عن أسورة كلداية بصراحة دمرنا نعم يعني بريلخ مندي بقاود ويب سايت نعم لثيل طانا مندي رسمي ولا تعميم ولا خزخ ميلة أو أسورة كلداية نعم إلى غاية دي
كم داري لي على نفس الشكل أصورة سرياي أصورة مارناي أصورة كلداي يعني إن إلي غاية دية وتا جميثة أخني كلن كلداي بعلمة تدهاوخ مثلا اجتماعيا وثقافيا تاوخ مغدا لها ويلة علاقة بقبة نعم لها ويلة لها ويب مبدأ دية وقبانايا ولا مبدأ دية وريليجن يعني تودي ثنايا خشون بارخة مندي بس أنا هاوي مربوط بقاود دريشاني وإيتا وعاني مرخشيلة يعني ريش بقبل دخلي بقاوي خلى خداقا أكيد لبارمة. أكيد لا بس خشون لازم دمحرر رخلي أن تكيبي بلغي ودوا دور ثقافي واجتماعي خشون لازم حرر رخلي تعويلي حرية بلغي لا من حرية بلخي لك يا بدوي أكيد إيثن يعني خاجبونا طاوة من ريشان دقيتا أنه بس دها دشنت إلى دقيتا كمؤسسة بتاويلة خا دور دمرخشتا قو بهرة ديو البان دماران إيشو أمشيحة إلا بفر ما تقيمة الأقلح قايم أسورة الأقلح بتاوي علماية شقلي دور دييهن جو 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 مجتمع وجو إصارة تكلي خنواثا وخثواثا بتاول. أبونا العزيز فوزي ربما سؤال أخير عن دور الحكومة النيوزيلندية، هل حاولتم إيصال صوت شعبنا؟ كيف هي طبيعة علاقتكم مع الحكومة النيوزيلندية؟ وهل هناك تعاون؟ هل هناك حضور كلداني على مستوى الحكومة النيوزيلندية؟ احنا يعني من السنة الماضية اللي صار هذا الكارثة يعني بالعراق، نعم، ولو يعني سابقا ايضا يعني التقينا مع شخصيات في الحكومة وكان اكو وزراء خاصة وزير الاثنيك نسميه اللي نعم. هو مسؤول عن الجاليات الموجودة في نيوزيلند اللي عنده علاقة، كان عندنا علاقة كثير ويانا وكنا حكي كنا نتكلم عن المأساة اللي يعيشها العراقيين وخاصة المسيحيين في العراق. بس بالذات السنة الماضية سوينا عدة لقاءات في التلفزيون والراديو حول يعني صعوبات العراقيين المسيحيين اللي طردوا من بيوتهم من مدنهم من قراهم، ودزينا رسالة إلى رئيس الوزراء في حينها طلبنا أن يسهلوا أمور المسيحيين يعني إذا اللي يريد يجي إلى نيوزيلندا، خاصة اللي عندهم مثلا أهل أو أقرباء داخل نيوزيلندا. مع الأسف الحكومة ما تجاوبت ويانا، يعني كان دائما جوابها بأن احنا عندنا برنامج خاص وما نقدر احنا إلا عن طريق الأمم المتحدة، وما نقدر نسوي أي شيء خاص للمسيحيين في العراق. فالعدد هم كان خصصوا من البرلمان كل سنة 750 شخص يقبلون داخل نيوزيلندا، فقط 750 من لكل العالم. نعم 750 شخص من حتى اللي يتزوجون اللي يجون من هو ضمن هذه النسبة من كلها نسبة 750 شخص بس يدخل إلى نيوزيلندا ك يعني نقول يبقى في نيوزيلندا. نعم فهذا العدد يعني ما ينتهي، يعني جو كم عائلة قبلهم بس ما يقبلون أن أكثر من هذا العدد، يعني هو الاقتصاد البلد كلش يعني صعب، يعني هو متوقف على إيش قد يبيعون من الألبان أو من اللحوم أو إيش قد يكون عندهم سياحة بالسنة، يعني عندك ما عندنا صناعة ما عندنا هالأشياء، ما عندنا صناعة بس صناعة الألبان أو الأشياء يعني البسيطة، يعني ما عندهم صناعات ما عندهم معامل ما أقول يعني يريدون أن تبقى الطبيعة ما مأذية يعني نعم. طبيعة نقية ومحمية محمية تقريبا هي محمية يعني نقدر نقول، لأنه حتى
الحيوانات المفترسة ماكو، الحيوانات المؤذية ماكو بها، بس الحيوانات الأليفة. إيه، فهي يعني أول المشكلة يعني مو هي بس بأنه نيوزيلندا إذا قبلت 1000 شخص أو 2000 راح تنحل مشكلة اللاجئين في العالم. صحيح. هي النقطة الكبيرة هي بأنه كثير ناس صاروا للخروج، يعني طلعوا وماكو مكان يقبلهم، هي هاي المشكلة. هذه المشكلة الأساسية. أبونا العزيز، طبعا الحديث معك مغني وشيق، لكن لكي لا نثقل عليك، كلمة أخيرة ممكن أن توجهها إلى من يشاهدنا على شاشة قناة المخلص الفضائية. هذه القناة تبث إلى أمريكا وكندا والمكسيك، وتصل إلى كل العالم، لأن موجودين نحن على الأندرويد وعلى الآيفون والآيباد. فإذا تحب ممكن أن توجه على الكاميرا اللي أمامك بالضبط كلمة للمشاهدين الكرام. أوجه كلمتي لكل أبناء شعبنا في كل مكان. أول شيء أن نصلي لأجل جميع الناس المعذبين اليوم، خاصة اللي مهجرين من بيوتهم، من مدنهم، من قراهم، اللي فقدوا كل شيء. نصلي لهم، هالصلاة كلش مهمة. نصلي لأجل الكنيسة الكلدانية، اللي حتى ربنا أن يباركنا يكون عندنا كهنة، يكون عندنا أساقفة خدومين أقوياء. نصلي لأجل أيضا الأحزاب الشعبنا أن ينظروا أو أن يقوموا بعمل لأجل خير وتقدم الطائفة في كل مكان. يعني احنا ما نفكر بس الحزبي او الحزب ان يفكر فقط لمصلحته، لكن ان يفكر لمصلحه الطائفه ولمصلحه كل الناس، حتى اذا هو بالعراق لاجل كل العراق، لاجل كل المسيحيين. احنا اولا ما عندنا تمييز، لكن عندنا ايضا افتخار. هذا هو لما احنا نقول كل الكلدان، ما معناته احنا ما نحب الباقي الناس، الباقي الناس كلهم نحبهم، كلهم هم اخوتنا، اي طائفه كانوا، من اي قوميه كانوا، احنا نحبهم كلهم. لكن لما نقول نصلي لهم ونصلي لكل، نطلب بان نكون متكاتفين كلتنا، نحب نكون في قلب واحد وبعمل واحد، اراء مختلفه لكن عمل واحد، حتى يكون لبنائنا في كل مكان. لا تقولون بأنه أنتم خسرتم، طلعتم من العراق. أنا للمغتربين أقول إحنا ما خسرنا، لكن إحنا نقدر نكون هؤلاء الإخوة المساندين لإخوتنا اللي هم في الداخل، ونكون إحنا متواصلين وياهم بكل شيء، نمد إيدنا لهم، لا نخاف أبدا بأنه أو نتصور بأنه ما راح يوصل الشيء اللي نقدمه إلى الناس المحتاجين. احنا نقدم، وأنا متأكد الكنيسة بهذا الشيء بالذات اللي صار العام السنة الماضية قامت بجهود جبارة لأجل المسيحيين اللي تهجروا في العراق. ولا دولة حتى اللي هم الدولة بظهرهم ما قدروا أن يسووا ما عملت الكنيسة لأجل هؤلاء الناس. وأنا ما رايح شايفه، بس اللي نقلوا لي الصورة أنا متأكد من هذا الشيء. فيكون عندنا ثقة بكنيستنا، ثقة بأشخاص اللي دي يقومون بها. أكو هناك هفوات، أكو هناك أخطاء، إحنا ما نقول لا، في كل المجتمعات موجودة. ونصلي لأجل الناس اللي دي يقومون بالأعمال الخيرة. نتمنى نشوفكم في كل مكان في كل العالم، في أوروبا، بكندا، بأمريكا، بأستراليا، نيوزيلندا، نشوف شعبنا يتقدم في كل المجالات. وأولادنا حقيقة أسد نشوف أطباء، مهندسين، محامين في كل المجتمعات، وحتى في يعني مو شرط أن يوصلوا إلى البرلمان أو إلى مكانات أخرى، لكن أقله يكونون مثلا مهندسين، أطباء، محامين، عندهم مركز في الدولة، ما بس
نكون عمال. عمال هم مؤثرين؟ عمال ايه عمال زي هم شعب هو. وهم لازم نشتغل بإخلاص إذا أنا يكون عامل، لكن في عين الوقت نشجع أولادنا كلهم أن يكون عندهم شهادات ويكونوا دارسين وخريجين ومثقفين. هذا اللي أطلبه وأتمناه لأبناء شعبنا في كل مكان أن يكونوا. شكرا جزيلا أبونا العزيز فوزي على هذا اللقاء والوقت الذي منحتمونا إياه، ونتطلع إلى لقاءات أخرى في زيارات قادمة. الرب يباركك، يبارك خدمتك، ويبارك كل جماعاتنا الكلدانية وكل مسيحي الشرق المتواجدين في نيوزيلند. أعزائنا المشاهدين الكرام، كان هذا لقاء خاصا أجريناه مع أخي العزيز في الكهنوت الأب فوزي أبرو، راعي كنيستنا الكلدانية في دولة نيوزيلند المسماة على اسم مار أدي الرسول مبشر كنيسة الرافدين. تطرقنا فيه إلى عدد من القضايا وإلى نظرة عامة عن تواجد رعايانا في هذا البلد الذي هو في أقصى الكرة الأرضية. حتى لقاءات أخرى، نشكركم على حسن المتابعة ونصلي أن يملأ سلام وفرح المسيح قلوبكم بالنعمة والحق، وإلى اللقاء.